يجب أن نعمل اليد في اليد لكي نلج هذه السوق وهذا التطور الرقمي. إذا كان قدمت بعض الأرقام، مثلاً في الجزائر اليوم كان 3514 من سجل تجاري رقمي، يعني في مجال نشاط التجارة الإلكترونية عبر 53 ولاية، وهذا الرقم نعتبره في بداية الطريق لأنه رقم بسيط. يجب أن نعمل جميعاً كمجتمع مدني، لأنه مش فقط الحكومة أو وزارة التجارة أو وزارة المالية أو جمعية البنوك هي من هي المعنية فقط بهذه العمل. الشمول المالي والأمن المالي والتقدم في الدفع الإلكتروني هي مهمة الجميع. قد فقط كان 3514 سجل تجاري أو في التجارة الإلكترونية عبر 53 ولاية، وأحيي هؤلاء التجار على هذا التوجه الذي من خلال 3514 حققنا في السداسي الأول كما سبق وأن ذكر السيد رئيس الجمعية 14 مليار دينار، فما بالك إذا كانت قدمنا إلى 2,250,000 سجل تجاري اللي موجودة حاليا في السجل التجاري.